إنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، وتم التصويت على حق تونس في استرجاع أموالها المنهوبة بعد معارضة بطبيعة 31 صوت ومعارضة 14 صوت، وزوج احتفظوا بأصواتهم. من جملة الناس اللي عارضت هذا المشروع هي عدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا. هو كان تحب ربي كانت تعطينا الخريطة بتاع التصويت بتاع قلال الحياة، يعني قائمة الدول المصوتة ضد قائمة قلال الحياة زي ما نسميها قائمة قلال الحياة. حبيت ان تونس نحكي لهم على معناها لقاء صار سنة 1840 سنة 1840 صار لقاء بإعاز من زوج شخصيات سياسية في أوروبا، بيزميتش اليهودي لا 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 مش بيزمارك عفوا بيزمارك الألماني هو كانت البروس جاي من البروس، وجول فيري الفرنساوي. اش عملوا؟ كانت فما العديد من الحروبات في أوروبا، معناها كانوا ياكلوا في بعضهم. بالك شتفلتوا شنو الحل؟ في وقت نقعدوا احنا نتحاربوا، ايجا نمشيو نفكوا افريقيا. وهذا اش صار؟ سبع بلدان اللي هي بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وايطاليا واسبانيا قسموا افريقيا حسب الخريطه اللي تشوفوا فيها، يعني حسب الخارطه اللي تشوفوا فيها قسموها، واحنا جاي باينا جاي من حفنا جاي حفنا التعيس جاي مع فرنسا. شنو اللي صار بعد؟ معناها البلدان هذه استغلت العباد والثروات. ساعه باش تونس يعرفوا 14 مليون ونص معناها افريقي تم نقلهم الى الولايات المتحده الامريكيه باش يخدموا، معناها باعوهم وباش هما يجيبوا القهوه ويجيبوا الكاكاو ويجيبوا الذهب. 14 مليون ونص هذه اخر احصائيات، وانا ناكد لكم الاحصائيات هذه معناها في الحد الادنى ربما اكثر. 14 مليون ونص افارقه هزوهم قسرا وغصبا، وفيهم السدس نتاعهم توفى في الطريق. الحرب العالميه الاولى مليون، معناها 14 18 14 18 هزوا مليون من الافارقه شاركوا في الحرب بالسيف. في الحرب العالميه الثانيه زوز ملايين هزوهم بالسيف شاركوهم في الحرب العالميه الثانيه، فهمتني؟ انا قسرا. اليوم وانا اكلم فيكم افريقيا معناها في 2000 سنه 2000 عامله 1% من الصناعات في العالم، معناها هي مشاركه ب 1%. في 2010 قعدت محافظه على 1%. غريبه كيف انت تعرف اللي 30% من الخيرات الباطنيه الخاصه بالطاقه والخاصه بالغاز والخاصه بالمعادن الموجوده في افريقيا. كيفاش معناها 1%؟ علاش 1% في سنه 2000 و2010 بعد 10 سنين يقعد 1%؟ لانه في البلدان هذه مركزه ناس سراق، ناس قاعدين يخدموا في مصالح الغربيه، مصالح اوروبيه. وهنا نجيكم للكلام اللي قلته لكم، قلت لكم ثلاثه رؤساء حكومات كيفاش حاملين الجنسيه اجنبيه، كيفاش لازمنا نمنعوا كل شخص بيشد رئاسه برلمان، رئاسه الحكومه، رئاسه الجمهوريه ما يكونش عنده معناها جنسيه ثانيه، هو تيكون كلش عنده جنسيه ثانيه وربي يسنسخوا منه، فهمتني؟ دونك اللي صار في افريقيا معناها حاجات ما تتعداش. معناها في معناها تقريبا فرنسا، نعطيكم مثال على فرنسا. فرنسا اليوم وانا نتكلم فيكم عندها ربع المخزون نتاع الذهب في العالم. فرنسا رغم اللي فرنسا ما عندهاش من الذهب نتاع الذهب، معناها تقول قال مين جبت تسرق فيه من افريقيا؟ هذو من السراق. فرنسا سرقة والاتحاد الاوروبي بربي شكون انت؟ شكون يصوت ضدنا؟ معناها ماذا تشوف بلغاريا تبع تتبيع خاطيها. الدنمارك، فرنسا، المانيا، المانيا، ايطاليا، معناها البلدان الاوروبيه اللي قاعده تسرق توا. تسرق كيفاش؟ تسرق عن طريق الشركات. انا قبيله قلت لك يخرج الاستعمار والاحتلال الارضي والميداني العسكري خرج بدلوا بالشركات. دونك الشركات نتاعهم موجوده قاعده هي تنهب في الخيرات هذه. تعرفش سنه 2015 فما 500 مليار دولار دخلوا للخزينه الفرنسيه اداءات على الافارقه. اداءات على شنو؟ اداءات على فرقه، معناها هي خرجت من عندك معناها قسرا من الاحتلال الميداني قاعد تاخذ في فلوس على البلدان الافريقيه. 500 مليار 2015 500 مليار فرنسا تاخذ فيهم من عند البلدان الافريقيه. معناها احنا عندنا قاره اغنى قاره في القارات لكن افقر الشعوب موجوده في افريقيا. اليوم يلزم الناس كل تفيق.